تفضلي أخت زبيدة من دار البيضاء، عندك الفقاس الحار. أولا أخت سناء تحية لك الله يبارك فيك، ولطاقم برنامج أصوات. شكرا لك وراديو أصوات كلها كتسلم عليك. الله يبارك فيك، تبارك الله عليكم، وراكم مدرسة. الله أودي الله يجيبنا في الصلاة، ونعم المدرسة ونعم الأستاذات. الله أودي حنا أخوات ماشي أستاذات، حاشا لله. تفضلي. الله يجازيك بخير. مرحبا بك أخت زبيدة، الله يبارك فيك لالا. تفضلي، عندك إذا الفقاس الحار. يلا فقاس حار بمطيشة الحك. إيه عندي حبيبة نص كيلو طحين فورس. نعم. قليل من الثوم محكوك. شي جوج فصوصة أو ثلاثة. العريسة حسب الخالق. حسب الذوق. الملح. خمارة حمراء. شوية الخميرة ديال الخبز يعني ديال العجينة. نعم. جوج معالق ديال مطيشة الحك. إيه. وكاس مخلط ما بين زيت وزبدة مذوبة. يعني كاس العنبة فيه نص زيت مذوبة، زبدة مذوبة ونصف زيت. نعم. نخلطوا هذا الشيء بالماء. على أساس تكون العجينة شوية جارية باش الفقاس يجي مفشفش من الداخل. إيه. منين عجنوا العجينة نحربلوها. نديرو حريبلات رقاقين. ويدخل الفران. حتى يطيب وعاد تقطعو. نصعدو شويه بحال الفقاس العادي. نعم. ونخرجوه من بعد ما يبرد نقطعوه مائل في قطعات صغيورين ومقادين. ايه وتعاود ترجعو يتحمر. نرجعو للفران وما ديك الساعه ما كيتسدش الفران تيبقى مفتوح. منين كنرجعوهم كنطيبوهم الفران مفتوح باش يجي اللون ديالهم زويون يعني ما يتحرقوش وما يبسوش. تبارك الله عليك أخت زبيدة. أنا غادي نطلب منك نصيحة للمستمعات، شنو هي أحسن طريقة الفقاس باش تحافظي عليه مزيان ما تدخلو لا رطوبة ما يبردش، شنو هي أحسن طريقة من رأيك؟ من بعد ما يطيب. إوا كنضمو من الأحسن نديرو في شي توب، فهمتي؟ من الأحسن يكون في شي بحال قلنا حنا شي جوا ديال التوب ولا شنو. نعم. وكنلفوه مزيان ونحطوه في السطل ديال البلاستيك ونسدو. شكرا لك زبيدة من دار